سابقا تعرفنا على حلقة تكرارية من نوع فور، وقلنا انه الحلقة التكرارية نستطيع من خلالها اعطاء الشرط الخاص فيها بداية العد ونهاية العد ومقدار الزيادة، وبالتالي هذا فين البلوك كود راح ينفذ على اساس تكرار البيانات اللي موجودة داخله باعتماد على هذا الشرط. هنالك حلقة تكرارية اخرى وجميلة جدا وكثير ما نستخدمها احنا، اللي هي الوايل، اللي هي ما دام تقول مثلا ما دام كذا فاعمل كذا. هذا ما دام ايش؟ ما دام يعني باستمرار، ما دام. فهي تعتمد على نمطيه مختلفه نوعا ما، هي نفس المبدا تشتغل على يعني متغير من نوع اي واعطيه انيشال فاليو يعني قيمه ابتدائيه اللي هي باعتمادها صفر، يعني هنا بدايه العد انا اعطيتها. ثم بعد ذلك راح اقول له وايل ما دام، يعني ما دام الاي ترو، يعني الشرط ما دام الاي اقل من 100 يعني راح اطبع لك لحد 99 فيعمل لي ايش؟ اعمل لي سي اوت، يعني بشكل مباشر اعمل لي سي اوت بالنسبه لي الاي وابدي لي بسطر جديد اند لاين. ثم بعد ذلك مقدار الزياده، لا الانسان الان مقدار الزياده الان تلاحظ انه كل شيء الان تبحثر بالنسبه لي الفور، فقط تغيرت اللوكيشنات الخاصه في المتغير. يعني سابقا احنا كنا نكتب هنا بدايه العد نهايه العد مقدار الزياده، الان اصبح عندك هنا بدايه العد مع المتغير، هنا عندك الشرط اللي هو الشرط يعتبر عندك نهاية العد، لكن هنا هذا يصبح عندك شرط، وهذا راح نستفاد من عنده في 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 الكود من خلال التحقق من شرط معين وليس ك ك ك كجزء ثابت. الآن لاحظ الفور هي تعتبر كجزء ثابت، بداية عد نهاية عد مقدار زيادة، بينما الواي تختلف اعتماد على الشرط، فأحتاج إلى أقول له اي بلس بلس اي معنى مقدار زيادة بواحد. الآن تعمل ران عليه فراح تحصل على نتيجة مقدار انه مقدار العد من 0 الى 99 باعتبار انه اصلا اقل من 100.